GSM Medical Education، هنا نجعل الطب سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم حيدر السلماوي من فريق GSM Medical Education. موضوع حلقتنا اليوم عن الألفا 1 انتربسين تيست. خلونا نعرف بالبداية نعرف شنو الألفا 1 انتربسين. إذا بروتين in the blood that protects the lungs from damage caused by activating enzymes such as elastase. يعني شنو؟ يعني هو بروتين موجود بالدم يحمي الرئتين من الضرر الناتج بسبب الانزيمات النشطة مثلها الالستيز. خلونا نعرف شنو الالستيز. الالستيز هو انزيم يكسر الالستين واللي هي الياف مرنة مع الكولاجين تحدد الخواص الميكانيكية للأنسجة الضامة. مثل ما قلنا انه الوظيفة للألفا 1 هو حماية الرئتين من النيتروفيل إليستيز اللي يمكن انه يدمر أنسجة الرئة. شلون يتم هذا الشيء؟ لما تصاب الالتهابات، لما تصاب العفو الرئتين بالالتهابات، هنا راح يكون الدم يحتوي على كميات غير كافية من الـ AAT، بالتالي حيكون النيتروفيل إليستيز حر بشكل كبير لتحطيم الإليستين. خلونا نشوف هنا الجدار الداخلي للغرف الهوائية بالنورمال لانج حيكون مشبع، لكن لما يكون عند الـ AAT قليل جدا راح يكون النيتروفيلز بشكل كبير جدا. التفرزة هو كريات الدم البيض، هنا راح يؤدي لي الى تدهور بالرئتين، وهذا يؤدي الى مضاعفات بالجهاز التنفسي. مثالها هو الانسداد المزمن، هنا الرئة بالشكل المصاب. خلونا نرجع للميكانيزم مال الالفا 1 انتربسين. هنا الالفا 1 انتربسين ارتبط مع هذا النيتروفيلز الستيز. بعد الارتباط هنا عمل شق، عن طريق هذا الشق حول من اكتيف الى ان اكتيف، بالتالي اثنيناتهم صاروا مو اكتيف وخلصنا من عدم. طبعا النسبة الطبيعية للألفا 1 انتربسين هي من 100 إلى 300 ميلي جرام بالديسيلتر الواحد. هسه خلونا نعرف إنه ألفا 1 انتربسين تيست. تيست measure the level of AAT in the blood or identify normal forms of AAT that a person has inherited to help diagnose ألفا 1 انتربسين deficiency. يعني هو شنو؟ يعني بروتين هو فحص مختبري يقيس مستوى الاي اي تي بالدم ويحدد الاشكال غير الطبيعيه للاي تي اللي ورثها الشخص. هنا أنا بالتالي راح يساعدنا تشخيص النقص الالفا 1 انتربسين. خلونا نعرف شنو المشاكل اللي راح تواجهنا بالنقص. Is inherited disease that is characterized by a severe deficiency of alpha 1 antitrypsin in the lungs. يعني شنو؟ هو مرض وراثي يتصف بنقص حاد المن للالفا 1 antitrypsin المضاد بالرئتين. طبعا هنا دا نحكي عن نسبة تكون أقل من 80 ملي جرام بالديسيلتر الواحد. من ضمن هاي المشاكل او المشاكل اللي راح تصير بسبب هذا النقص هي damage of the liver airways in the lungs والchronic obstructive pulmonary disease. هذا اللي شرحناه قبل قليل، شوفناكم الميكانيزم مالته. وراح ايضا يصير عندنا scarring of the liver اللي هو تشمع الكبد، والliver tumors اللي هو شنو؟ الاورام اللي يصير داخل الكبد. طبعا خلونا نعرف شلون حيصير هذا الشيء، بعدها نجي للملاحظتين الاخيرات. The alpha 1 antitrypsin protein is produced in the liver before being released into your bloodstream on its way to your lungs. In people with the deficiency disorder, the defective protein may accumulate in the liver. This buildup of defective alpha 1 antitrypsin in the liver can lead to disease such as cirrhosis. طبعا هنا ده نحكي عن نسبة تزيد أكثر من 300 ميلي جرام بالديسيلتر الواحد.
يعني شنو هنا؟ يعني لما يتم إنتاج البروتين بالكبد قبل لا يتم إطلاق نزف الدم وهو بالطريق للرئتين، بالأشخاص اللي يعانون من اضطراب من النقص الألفا 51 راح يتراكم هنا البروتين بالكبد. هذا التراكم راح يسبب لي لعدة مشاكل، من ضمن من هذه المشاكل هو سيروسيس اللي هو تليف أو تشمع الكبد مثل ما تشوفون بالصورة. هنا الليفر السليم بعد التراكم للألفا 51 صار بهذا الشكل اللي هو التشمع. خلونا نرجع للملاحظتين الأخيرات. Onset of lung problems is typically between 20 and 50 years old. يعني عادة ما يكون هذا النقص أو هذا المرض بالأعمار اللي تتراوح من 20 إلى 50 سنة. Alpha 1 antitrypsin deficiency is due to mutation in the SERPINA1 gene that results in not enough alpha 1 antitrypsin. هاي المشكلة ترجع إلى شنو؟ إلى طفرة في جين SERPINA1. هذا الجين اللي هو مسؤول عن تقديم معلومات لتكوين الألفا 1 انتتربسين. إلى هنا تنتهي حلقتنا، أتمنى أنه نالت رضاكم، أترككم في رعاية الله.